للزميل معز بولحية. صح شربتكم، رمضان كريم، كل عام وانتم حيين بخير. بتاريخه وطموحاته ومطامعه الدائمه في دوري ابطال افريقيا، دايره المكشخه حلقت ب 17 بطوله و 15 كاس و 6 بطولات افريقيه وعربيه، وكره السله التي ستعود في سجلاتها 6 كؤوس و 3 دوري. هذا هو التاريخ كما يقدمه الترجي اللي بعد عامين يحتفل بمئويه مباراه سان جورج، خاطر سان جورج ينكمش في الدفاع ويلعب على المرتدات، بينما الترجي يلقى المساحات. إلي 1-0 يا الدولة، 1-0 يا الترجي عن طريق طه ياسين الغليسي. قلت لك تكتيكيا أسهل من مباراة سان جورج، خاطر سان جورج يلعب بالتالي ويكنتر، بينما هنا سان داونز يضطر للهجوم والترجي يبدأ ببركات الشهر الفضيل. بغير باس أخرى لمسة يعرب ويحطها في داره، يشوط ما يجيبهاش اونيانجو، ترجي العاصمة يسجل هدف. 1-0، الله على أصفر يصبغ، الله على أحمر يطبع، الله على اسمك يا ترشي لما يكتب. 1-0 طه ياسين. هاي الباك علي جمال حارس مختص ومعروف شد برشا بيناتيات، بينما هنا كرة خطيرة صعبة جدا، كرة صعبة وهدف التعادل للفريق الجنوب أفريقي. تقريب من أول كرة، تقريب من أول فرصة فريق سان داونز في 20 دقيقة، كونتر أتاك، كرة سريعة يضرب بها دفاع الترجي ويعادلون النتيجة في وقت مبكر. رد سريع من الفريق الجنوب أفريقي على هدف الترجي عن طريق لاعب الوسط القادم من الخلف في لاكاتي. هنا الكرة، شوف صوت الاختراق، أين التغطية؟ كرة ضاعت لمباركي في فرصة وشامو ضايع جدا. هذه الكرات تكررت، وهذا اللي قلق، أنه الترجي تقريب قبل أهداف في كل مباريات. هذه المباراة الخامسة باستثناء سان جورج اللي لا سجل قبل، في مباراة حورية، في مباراة الفيتا، في مباراة اليوم. الترجي يفتح باب التسجيل عن طريق خنيسي، وفي لاكاتسي في ال 21 يعدلها. مباراة صعبة جدا، حبيت انه نمشيو للشوط الاول رابحين، تتغير برشا معطيات، ولكن بدل الكرة الان، ترجع كرة ممتازة يمشي فيها فخر الدين، يدخل فخر الدين بن يوسف، كتف في كتف المكاتفة، فما كتف في كتف. أما عرفته باش يزفر، لذلك من الأول قلت كتف في كتف. ترجع الكرة، شوف مكاتفة قانونية. والكرة ترجع على خطأ للفريق الجنوب أفريقي، فريق سان داونز ميلودي. كرة ترجع لسان داونز، الترجي يحتاج إلى ميلودي، لكن من هيقة. شوف الكرة، شوف الكرة، ضربة جزاء فيها شكلام على اللاعب رقم 29. على اللاعب رقم 29 بنغالي، بنغالي سوماورو. يا ربي يا عالي جي الثاني، يا ربي يا عالي الانتصار التاريخي للترجي. يا رب ما نسبقوش الاحداث، نستناو. طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي، دينيس سونيانغو. يا رب طه ياسين الخنيسي ودينيس سونيانغو يتقدم على البركة وحط الولي. إلي الهدف الثاني للترجي الرياضي. الله على أحمر يطبع، الله على أصفر يصبغ، الله يا الترجي لما اسمك يكتب. 2-1، فما كاريزما للاعب ياسين اللي خرج بكورة وبينالتي الترجي في الكوب بعد 4 أيام، يشوط بينالتي للتاريخ. يا سان داونز، يا سان داونز، 33 مباراة ما توصل ليش، الترجي يكتب التاريخ، كيف لا يا سادة.